مرحبا بكم في هذا الموعد المباشر من النشرة الخاصة بفيروس كورونا، آخر المستجدات نشوفوها مع بعضنا عبر الخريطة. تحاليل خرجت فيها 23 حالة تنضاف، فيها 9 قدم وفيها 14 حالة جديدة، نشوفوها هي موزعة على الخريطة على 24 ولاية، مع العلم أنه السليانة وجندوبة صفر حالات فيهم. هذا معمول ومكتوب للسادة المشاهدين، أنا كي نقول 24 ولاية نقصد 24 ولاية فيهم أرقام، أي صفر موجود في ولاية سليانة وولاية الجندوبة كذلك. تحية لأهالينا بسليانة وبجندوبة. إذن 14 كما قلت حالة تنضاف لل 671 حالة تاع البارح من الإصابات، حتى يصبح العدد 685 حالة إصابة، 308 تحت الحجر الصحي، للأسف 28 حالة وفاة، أي لل 25 حالة تاع البارح ينضافوا 3 حالات. وبالنسبة لحالات الشفاء 309 تحت الحجر الصحي. و اليوم نعرفوا حالات الشفاء 43 حالة شفاء، هام جدا هذا العدد لأنه أول مرة نتحدث عن حالات الشفاء، وهذا ربما رقم هام جدا حتى يقع تقييم أيضا ومعرفة أكثر فأكثر معنى تأثير هذا الفيروس على الناس اللي وقع إصابتهم. إذا كما شفتوا 43 حالة شفاء والحمد لله، وإن شاء الله يا رب الباقي يشفى، وإن شاء الله يقع احترام الحجر الصحي ويقع كذلك احترام كل أنواع الحجر وكذلك حالة الطوارئ أيضا، وهذا كله في مصلحتكم وفي مصلحة أنه الأعداد ما تزيدش تتفاقم. يرافقني الليلة بما أنه يوم الخميس الفارط وقع التعرف على التسلسل الجيني لفيروس كورونا وفهم التركيبة الجينية متاع هذا الفيروس حتى يقع مقارنته بالفيروسات الموجودة في العالم. إذن نرحب بالدكتورة والأستاذة إلهام بوتيبة، رئيسة المخبر مخبر التحاليل الجرثومية بمستشفى شان نيكولا المخبر المرجعي. مرحبا بك دكتورة. وتحضر معنا الدكتورة عواطف الموسي وهي مختصة في علوم الجرثوميات بمستشفى كذلك شان نيكولا وبالمخبر المرجعي. مرحبا بك. مرحبا بك. في انتظار ضيفتنا الثالثة اللي هي السيدة والدكتورة إنصاف بن علي حتى أيضا نواصل ونتحدث في هذا الموضوع وأيضا في مواضيع أخرى تهم آخر مستجدات فيروس كورونا والإجراءات اللي وقع اتخاذها بالنسبة لوزارة الصحة. إذا في انتظار إن شاء الله المنع خير، إن شاء الله تأخيرها يا ربي لاباس، إن شاء الله تجي وتلتحق بنا في الأستوديو بعد قليل، اللي هي مديرة العامة متاع المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة. إذا دكتورة البداية حتى نتحدث عن هذا الفيروس قبل ما نتحدث عن التسلسل جيني، ايش قولك تفكرنا بهذا الفيروس وربما تركيبته حتى نفهمها تركيبته العلميه مع سيادتك؟ تو الناس الكل يعرفوه كيما ترى التصويره وراك، دونك الفيروس كوفيد 19 متكون من قشره برانيه ديما كي نحبوها التصويره تتحرك ما تتحركش. كان امكن نبيل نشوفوا التحرك نتاع الفيروس او موفمون في الفيديو حتى ناخذ فكره اكثر، لما حاله هو كل يوم ناخذ فيها هذه الفكره وطريقه التحكم. تفضل دكتور. وعنده الاشواك هذيك اللي نشوفوا فيها اللي خارجه وهذيك اللي باش يلصق فيها في الاصفر والازرق، دونك الاشواك هذيك اللي سبيسيفيسيتي باش يلصق في السيلول اللي كيل فا كونتاميني، وين فوا يلصق في السيلول يل فا انجيكتي باش يدخل في وسط الخليه لو جينوم نتاعو اللي هو يحمل الكود جينيتيك نتاعو توت لي زانفورماسيون اللي باش تمكنو باش يسانتيتيز لي بروتيين. فما دي بروتيين دو فونكسيونيل باش يعملوا وظائف معينه، وفما دي بروتيين دو ستركتور معناتها لي بروتيين اللي باش يعطيو يكونوا القشره ولا لي سبيكول، ومن بعد يصير التركيب نتاعهم باش تولي في وسط الخليه تنتج برشا دي فيروس، وفي كل خليه تنجم معناها هو يستعمل الخلايا باش يتكاثر بها، يستعمل الماكينه نتاع الخليه، يستعمل لي زوتي من وسط الخليه باش يتكاثر هو بور سو ريبليكي ويعمل بليزيور كوبي. دونك في وسط هالنسخ هذا اللي يعملوا فما امكانيه نتاع يعمل اخطاء، والاخطاء هذوما نجم نسميهم باللي ميوتاسيون. دونك هو الجين نتاعو مناش متكون في كوفيد، عنده ان جين اي ان، فما دي فيروس ا دي ان ودي فيروس ا ار ان. لا دي ان كيما عند الانسان ولا عند لي باكتيري،
مي الفيروس هذايا عنده ان دو لا ار ان والسيكونساج شنو هو وقت اللي باش نعرفوا الكومبوزيسيون لانشينمون نتاع لي اسيد نوكليك اللي كونوا هلا ار ان هذا خاطر كل جين الكود لحاجه معينه وفونكسيون معينه دونك التعريف به يمكننا نعرفوا الوظائف نتاعو في توت لي ايتاب نتاع ستركتور ولا الفونكسيون نتاع الفيروس هذايا. دونك التسلسل الجيني هذا بالضبط هو هذا هو هذا هو, هذا هو. معناته كاينه تحليل في بلدان العالم الكل, في الصين, في إيطاليا, كذلك أيضا في فرنسا, من أول ما وقع العدوى عملوا سيكونساج. الصين من نهار 11 جانفي عملت السيكونساج. الصين عملت 11 جانفي. عملت السيكونساج كومبلي دو جينوم وهذايا معناتها التسلسل الجيني الكامل خاطر هو جزئي توا بالنسبة لنا نحن في تونس عملتوا جزء. دونك هو الكامل هذايا عملوه ومن أول المراحل هذايا استعملوا النتائج نتاعو مثلا لتحضير لي تيست دو ديبيستاج. خاطر وقت اللي نعملوا لي تيست لا بي سي ار هذه اللي يسمعوا بها توا الناس الكل, دونك البي سي ار هو الفيروس يبدا في كميه صغيره في وسط العينه وما نجموش نلقاوه الفيروس خاطره صغير ياسر وما نجموش نلقاوه اذا كان نغزروا حتى بالمجهر مش كيما لي باكتيري. الفيروس صغير ياسر ما نجموش نراوه دونك تصير امبليفيكاسيون هذه البي سي ار اون رياكسيون ان شين باش تاخذ بلاصه معينه سبيسيفيك نتاع الفيروس وتبدا اون فالونتليفي معناتها باش نكثروها برشا مرات حتى لين تولي ديتكتابل نوليو نعرفوا موجوده في وسطك العينه هذيك ولا لا. دونك هذه هي البي سي ار. دونك حتى كل لي سيكونس اللي احنا نستعملوهم للبي سي ار تعرفوا بالسيكونساج اللي تعمل. وبعد الصين فما فرنسا والبلدان الاخرين فرنسا دوب جهاز هذا الفيروس اول ليشونتيون ناج معناتها اول سي بروغرامي معناتها نورمالمون شاك فوا كو احنا علاش قعدنا شويه نستناو والله مش نستناو خاطر احنا تلهينا راهو بالدياغنوستيك اون ايتي كنتوا وحدكم راهو من الاول وحدنا اون ايتي سوبميرجي راهو باللي بريليفمون ان نومبر معناتها عمرنا ما وصلنا لعدد عينات راهو هكا افيك لي مويان هومان سورتو اللي هما محدوده راهو هذاك علاش ولينا نخدموا صباح وليل وحتى لين نعطيو النتائج للمرصد الوطني في الليل معناتها نعطيوهم النتائج نكملوها. دونك هذاك علاش قعدنا نعملوا في الدياغنوستيك مي من الاول مبرمج باش نعملوا راهو لو سيكونساج خاطر المعلومات اللي باش يعطيها لنا سيكونساج مهمه ياسر. ومش تخدموا وحدكم معناها حتى العالم كله يطلب كما قلت سيادتك هو التسلسل هذا وقع بعثوا للبنك الجيني العالمي في امريكا معناها هو من للفيروس هذا ولا غيره لازم معناتها السيكونساج هذا كي تعمل يتبعث للجين بانك اللي هو بنك جيني عالمي ويتصبوا فيه المعلومات الكل وحتى لي زوتر شيرشور بارتو دون لو موند يحطوا فيه المعلومات لي دوني هذيا باش نعرفوا اكثر الفيروس هذا ولا غيره معناتها باش نشوف بشوي بشوي حتى نعرفوا ربما الهدف من هالتسلسل الجيني هذا. دكتوره عواطف الموسي اكيد انه هو فريق عمل بالمخبر وقاعد يشتغل ومن اول ما بدا الوباء والعينات بدات يقع تحليلها في تونس كان همكم الكبير هو ان كم تعرفوا قديش من حالة موجودة والعمل ليل نهار كما قلت دكتورة يعني ما فماش برشا أشخاص يشتغلوا على ذلك كنتوا وحدكم وتوا الحمد لله تعززت المخبر هذا المرجع يتعزز بمخبر مخابر أخرى نتاع الصحة العسكرية وأيضا نتاع الباستور وكذلك فاطمة بورقيبة فرحة حشاد وأيضا بصفاقس كذلك. يقولوا أنك أنت وراء هذا كنت أنت قبل في بحث كنت تقوم به في برلين خاص بحاجة أخرى خاص بفيروس آخر وفيروسات أخرين كي تعطينا فكرة عليه وكيف جات هذا الاختصاص الالتفات ربما للتسلسل الجيني بالنسبة للفيروس التسلسل يعني عملية السيكونساج معناها كيفاش جات أنك تختص فيها يظهر لي أمين سليم ورا شوية الحكاية هو نحن في المخبر المرجعي نعملوا في التسلسل الجيني اللي هو السيكونساج منذ 10 سنوات نعملوها للفيروس دو لاشيفي اللي هو كسب المناعة فيروس نقص المناعة المكتسبة والجريب دونك نعملوا فيه في الروتين نتاعنا الهشانة زادا نعملوا فيها في الروتين نتاعنا ونبعثوا فيهم البنك العالمي منذ 10 سنوات من دوبوي 2010 ونعملوا التيست نتاع لي فيروس ريسبيراتوار دياغنوستيك تشخيص نتاع فيروس الجهاز التنفسي
منذ 2010. دونك التقنيات ماهيش جديدة علينا، اللابوراتوار مجهز بالتقنيات والبروتوكول ماهوش جديد علينا، مي كي جينا الكوفيد برشا خدمة برشا دي بريليفمون. لكن كان في الهاجس نتاعكم انكم وقتاش تلقاو وقت باش تعملوا سيكونساج، هذا هو بالضبط. هو السيكونساج في مخنا باش نعملوه من الاول، اما ما عندناش وقت بويسكو كنا معناها لهين بالدياغنوستيك، لهين باش نعرفوا قداش عندنا مرضى، لهين باش نعطيو التحاليل للمرضى اللي قاعدين نستناو، هذيك باش لهين. بعد كي جت فرصه شويه وقت استغليته انا باش نجرب السيكونساج نتاع الفيروس، بروتوكول عملته انا. اش معناها بروتوكول؟ خاص بالمخبر، خاص بكم انتوما، خاص بنا نحن. هو التسلسل الجيني هو باش تعملوا، هو يقوم بعده مراحل، لازم عده مراحل باش يقوم به، مش كيما التستينج اللي نعملوا فيه كل يوم اللي هو باش تشوف بوزيتيف ولا نيجاتيف. الجينوتيباج لازمك تعدى بعده مراحل، لازمك عندك العينه ايجابيه، عندك الفيروس نتاعك، والفيروس هذاك يلزمك تقوم كيما تهيئه باش تصير له عمليه السيكونساج ولا جينوتيباج. يعني لازمك كيما نقولوا نحن تنحي له الجينوم، الاكستراكسيون تاخذ له الجينوم نتاعو، يعني كاينك في لو ديكورتيك اكزاكتومون، تنحيو طرف طرف، تاخذ الاكستراكسيون تاع الجينوم نتاعو، وبعديك تعمل له ملتيبليكاسيون، تعمل له تكاثر تكاثر وتكاثر اخر باش تصيب الانجين معين اللي انت حاجتك فيه، وبعديك تعمل له تنظفه. هي علمت عمليه البيوريفيكاسيون، نعرف اللي هي تقنيه برشا لكن تستحق برشا، قاعدين تبسطوا للساده المشاهدين حتى يعرفوا معناها. تستحق عده مراحل وعده ايامات باش تعملها، وقت تستحق وقت وكونسنتراسيون كبيره. قداش خذ لكم وقت؟ أسبوع كامل باش تاخذ نتيجة السيكونس، أسبوع كامل. والأسبوع هذاك يلزمك تبدا عندك بروتوكول تمشي عليه، معناها مش هكاك، يلزمك عندك بروتوكول. دونك أنا بوسكو عندي خبرة أني نعمل السيكونساج نتاع دوتر فيروس في اللابوراتوار نتاعنا في شارنيكول، دونك الخبرة هذيك عاونتني شوية باش أنا نقوم بالتجربة هذه. هي تجربة أولى عملناها على 3 عينات، وإن شاء الله نعملوا العينات الكل، وإن شاء الله علاش لا نعملوا الجينوم كومبليت. نرجع للبحث اللي عملته في برلين. أنت جبت على دكتور سليم أمين، وأنا ما نحبش نتعديها الحكاية هذه. هو دكتور سليم أمين هو أستاذي، هو اللي قام بالانكادرمون نتاعي في التيز نتاعي، والتيز نتاعي كانت على الفيروس لي فيروس ريسبيراتوار، وهو اللي كونني معناها وعلمني وديما يشجع فيا، نشكره برشا بالمناسبه هذه، خاطر اول مره نتعدى في التلفزه، لانه هذا تواصل للعمل اللي قاعده تقوم به الدكتوره الهام بوتيبه وانت وكل الفريق اللي اشتغل. ومدام الهام بوتيبه زاد شجعتني، الوقت معناها يبدا نورمالمون انا نخدم معاهم في التحليل باش نطلعوا، تقول لي عوض برا فازي فونس مثال جرب وتنجح بالك تنجح، معناها هي شجعتني برشا. اكيد باش توصل لحاجه، معناها اكيد عندك، كان عندك معناها لا سيرتيتود انك توصل اي. دونك هي شجعتني باش انا نقوم بالمحاوله هذه، وكانت ناجحه من التجربه الاولى، والنتيجه كانت ما كنتش حتى انا نتوقعها، لي سيكونس طلعوا نضاف على الاخر ونتيجه نتيجة هائلة برشا. وهذاك علاش شجعني زادة باش ننشرها في البنك العالمي للجينات، باش نكونوا نحن بالسباقين، بالدول السباقين اللي تنشر الابحاث نتاعها وتنشر لي سيكونس نتاع الفيروس. يعطيكم الصحة ويعطي الصحة لكل الفريق اللي يشتغل معك. كي نقولوا سيكونساج بارسييل، الكلها تتحدث في فرنسا وفي الشين، تحدثوا على سيكونساج كومبلي. احنا اليوم مانيش في الكومبلي، قاعدين تكملوا حتى توصلوا للكومبلي، مالغري سا انكم بعثتوا للبنك العالمي، البنك الجيني العالمي، معناها كاين فو ماركي فوتر بريزونس، حطيتوا العلم التونسي وستواصلون العمل، معناها العمل نتاعكم ما يقفش هوني. لا با دي تو، ما يقفش اكزاكتومون، معناتها تو بدينا بالخطر التكنيك اللي عندنا البيرمي لو سيكونساج بارسييل. هذا هو البروتوكول اللي تحكي عليه. البروتوكول اللي تحكي عليه بارسييل تو، اما فما حتى الماكينه الاوتومات اللي عندنا، فما اوتومات
الاخر احدث هو اللي يعمل لو سيكونساج كومبلي، معناتها ماهيش مربوطه بالامكانيات. دونك هوني في التصوير نشوفوا اللي لا سيكونس نتاعنا وين لا ايتي بوبليي، وتوري اللي تونس اللي اليني افيك لي زوتر بيي دو موند، نشوفوا امريكا وكندا و... دونك الاسم نتاع تونس افيك لاكسيس كود اللي عطاوه لنا موجود. معناها هما باش يقعدوا يتبعوا، وانتم زاد كيف كيف وزاد باش تكونوا اجور باش ستيب باي ستيب، معناها بالخطوه بالخطوه حتى تكملوا. هو هكا ولا هكا، معناتها المخابر الكل اللي توا دخلت معنا في البرنامج انها هي زاد الناس الكل اللي عندهم دي زيشانتيون بوزيتيف، معناتها سي سيستيماتيك دو فير لو سيكونساج. وقتاش يصير التسلسل الجيني الكامل؟ الكامل قلت لك الي ديبوندون دو لوتومات، معناتها كي يبدا عندنا الاوتومات اللي يعمل لو سيكونساج كومبلي، وان شاء الله قاعدين نبرمجوا خاطر عندنا زملاء معانا عندهم في مخابر اخرى عندهم الاوتومات هذيا، يتسمى ان سيكونساج او دي بي، وتنجم في اقل من 24 ساعه تعمل لك لو سيكونساج معناتها سي اوتومات ديبوندون. سيتادير معناها كان يجيكم الاوتومات هذيا، كان يجينا الاوتومات هذيا هاني قلت لك 4 جين يتعاملوا في 17 ما بين 9 و 17 ساعه. 4 فيروس. معناها رابيدمون اكزاكتلي. فاش يستناو باش يجيبوه؟ ان شاء الله ان شاء الله ويعجينا باش يجيبوه. موجود فما ثلاثه 3 اباري في تونس. وهنا قاعدين نعملوا في اتصالات مع زميلتنا. انا من هوني نهار اثنين ثلاث الاربع هكا. ان شاء الله، مو خاطر فما لي رياكتيف زاد. زاد ان شاء الله، ان شاء الله معناتها قاعدين نخدموا باش ان شاء الله نوفروا الحكايه. انت اكدت في تصريحاتك انه فما ثلاثه عينات، وانت عواطف خذيت ثلاثه عينات فقط. دكتورة قالت انه فما ماذا بينا ناخذ العينات الكل نتاع ال 600 وخلينا نشوف 695 هذا هو هذاك ليديال 685 ليديال سي دو فيغ تو لي بريليفمون. في الثلاثه هذوما لقيتوا تغير؟ والله انا اخترنا نحن بون، انا اخترت العينات اللي هما فيهم اكثر فيروسات اللي هو ما بلو شارجي دو فيروس، اللي هما لي باسيون اللي عندهم اكثر فيروسات شارج فيغال. شارج فيغال اي اي داو يعرفوا التوانسه الكلام كله سيء تعلموا. والثلاثه العباد اللي خدينا منهم لي فيروس موجودين في تونس، مقيمين بتونس، دونك هذه اسمها لي زانفيكسيون المحليه بالعربي الافقيه نتاعنا، الافقيه اللي هي موجوده عندنا. دونك وهي كان بالزهره جات من برا، كان لا مش الافقيه المحليه اللي موجوده اللي هما موجودين. هي المحليه منين جات؟ ما جات من برا، كله جاي من برا، جاي من برا. اما هما هذوما ما مش ديريكتومون من برا، اللي ما سافروش ما خرجوش لكن تعداو في تونس. اللي تعداو في تونس بالضبط. وعلاش؟ والله كانت بكل صدفة. أنا خذيت لي زيشونتيون لو بلوس شارجي، وبالصدفة هما كانوا اللي تعداو في تونس. اللي تعداو في تونس، وقمت باللي كومباريزون افيك لي زوتر سيكونس، لقيت فما تغيرات مش كبيرة، فما تغيرات أما ما نجموش نأكدوا التغيرات هذيا إلا ما نعملوا إيشونتيوناج كبير، وهذاك إن شاء الله اللي نحن نتمناه. الثلاثة اللي خذيت منهم العينات هذوما، الثلاثة أنواع هذوما، كيف كيف؟ لا مش كيف كيف. هذا صحيح. طيب باش ندخلوا في الديتاي دي شو معناها في فرد بلا وثلاثه محليين وتلقى فما يعني يوريك لا ميوتاسيون نتاعو، معناها تغيره كبير برشا، معناها ما يزيدش انتشار سرعته، انتشاره كبيره يزيد كامل انه يتغير. هذا باش يخلي معناها العمل على البحث لا معناها تخي دون معناها دونس معناها très impressionnant و intéressant. انت قلت اللي ماذا بينا التحاليل الكل نعملوا، هل قادرين انا نعملوا التحاليل ان شاء الله كان يجينا الامكانيات؟ راهو هاني قلت لك وكان ننسقوا مع الزملاء اللي عندهم عندها في المخابر عموميه يعني كيما باستور وكيما هك باستور عندهم، ما نعرفش كان عندهم والله ما نعرفش بالضبط اللي عندهم. اللي عندهم نعرف مثلا انا قاعده ننسق مع زميلتي في الفارماكولوجي نتاع عندها لو سيكونسور في شارنيكور، في تابع شارنيكول. تابع شارنيكول اي دونك قاعدين ان شاء الله ننسقوا باش نحاولوا نشوفوا لي رياكتيف اللازمه ونحاولوا نسرعوا في الحكايه ان شاء الله. نسال سؤال زاده شويه، هل ناخذوا من الناس الحيين وايضا قاعدين تاخذوا من الناس؟ هذيك شنو توا احنا مادام مازلنا ما عملناش التقنيه الرابيد واللي السريعه دونك باش نحاولوا اون فاي سي دو سيبلي باش نختاروا. والاختيار الاول توا هذايا قلنا باش نبداو معناتها لو طون مازلنا ما عندناش سيكونساج كومبلي باش نحاولوا ناخذوا مثلا العينات نتاع المرضى اللي توفاو الله يرحمهم.
دونك او موان نشوفوا بور لي كا غراف ولا نشوفوا اسكو فما هذا ماشي ما يخليكمش مثلا علاش ناس تعدات وخرجت منها بسلام من غير مشاكل من غير مضاعفات، علاش ناس مشات للانعاش وقعدت مش للانعاش الانعاش معني شويه اكسجين وقعدت في المستشفيات، كله مربوط ببعض، كله مربوط قعدت ببعض. في الاقسام اللي هي اللي فيها امراض جرثوميه وما تعداوش للانعاش الاصطناعي، وفما اللي تعدى الاصطناعي وبرا، لكن فما اللي تعدى الاصطناعي وتوفى. خاطر هذا مش مربوط بالفيروس برك، زاد مربوط بالمناعه الامراض اللي عنده والامراض اللي عنده والتيغان هذاك عنده قيمه برشا دونك. اما يحتمل الفيروس زاد عنده دور، هذاك علاش معناتها اون دوا سيبلي، لازمنا نختاروا هالسيكونساج هذا، مادام اذا كان ما نجموش نعملوهم الكل، لازمنا نعملوا اختيار دقيق حسب الحالات وحسب ال معناها اللي نحسبوا انا 700 بريسك 700 685 وزيدهم 28 بريسك 700 وشوي 28 اللي توفوا حتى هذه التقنيه اللي تقوموا بها انتم، هل هي خاصه بنا نحن وكل بلاد عندها تقنيته الخاصه يعني البروتوكول تاعو حسب لي زوبجيكتيف تاعو يعني حسب الاهداف نتاعو، ولا هو بروتوكول من ضمن البروتوكولات موجوده في العالم نتاع سيكونساج؟ اي نتاع التسلسل الجيني. انا البروتوكول اللي عملت به سيكونساج نتاع الكورونا فيروس هو تقنيه استنبطتها انا وحدي، دونك سي بور سا سي اون بروميير فوالا، دونك سي اون تكنيك ميزون تسمى معناها بروتوكول ميزون خاص بنا نحنا، والحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله نكملوا. وانا جي سيبلي هو سيكونساج بارسيال هو تسلسل قلنا جزئي والأهم هو تعمل السيكونساج كومبليت التسلسل الكامل متاع الفيروس، مي حتى السيكونساج الجزئي أنا سيبلي دو جين اللي هما مهمين برشا في خطورة الفيروس، وفي الخطر هو الجين اللي سيبلي هو جين دو سيرفاس جين اس اللي أنا خدمت عليه. جين اس هذا يخلي الفيروس اللي يلصق للسيلول ويدخل للسيلول، دونك الجين اس هذايا كي تصير فيه فاريابيليتي شوفوها اكي اللي تعمل هكا وتلصق اكي اكزاكتومون اكي سيل شنابيل وسع بالك معايا وعاود وريني الفيديو اي دونك الجين هذا اللي يلصق في السيلول كي تصير فيه تغيرات جينيه زاد مهمه برشا باش واحد يعرفها باش يعرف شنو اللي يخليه يتغير. هل تعرفوا شنو اللي يخليه يتغير؟ والله هو الفيروس يتغير باش زاد هو كما قلت ما دكتور الهام بوتيبه هو يتغير خاطر هو فيروس ايغان وكور دو لا ملتيبليكاسيون تاعو تكون فيه ديزيرور معناها هو يقوم باخطاء في وهو قاعد يتكاثر في السيلول يغلط ولا هو هكيك معناها الانزيم تكون فما انزيم ماده اللي تعمل الملتيبليكاسيون فيرال هي اللي تقوم في اخطاء مثلا في عوض تقول تحط حاجه تحط في عوضها حاجه. هو التسلسل نتاع الجينوم هو متكون من 4 حروف كل حرف عنده لون نحن بالسيكونساج نسميوه الا سي تي جي كل حرف نحن نرمزوا له بلون واللون هذاك مثلا في عوض تحط اللون الاحمر تحط في عوض اللون الاخضر دونك لي ميوتاسيون هذه الاخطاء هذه هي اللي نحاولوا نحن نشوفوها ونحاولوا ناكدوها. وهما المنظمه العالميه للصحه توا عملت رابور اللي فما اخطاء في الجين هذا اس اللي تعطي خطوره للخطوره للفيروس هما حطوها ونشوها. انت بديت به بديت انا بديت والاخرين دونك وعملت زاد جين اخر هو ORF ORF 1 ا عملته خاطر هو الورف هذا المهم خاطر الي تري كونسيرفي في الفيروس نتاع سارس ما بين سارس 1 وسارس 2 القوه اللي هو الي تري اللي جاء 2002 اللي جاء في 2002 في الصين دونك هذايا زاد الناس الكل تخدم عليه في الديتكسيون وفي السيكونساج دونك ومضبوط يعني باش يكملوا الحروف الاخرين لي جين الاخرين نقصد ان شاء الله بقدره ربي. هو السيكونساج توتال ماهوش صعيب هو تقنيه سهله هو يظهر لي هو صعيب خاطر انت باش تعمل اطول سيكونساج الاطول جين اما هو تقنيه اسهل من السيكونساج بارسيال خاطر ما يتطلبش برشا بلاحل ما يتطلبش برشا وقت يتطلب ماكينه اللي هي تري سوفيستيكي واغلى ورياكتيف اغلى شويه مي هو اقصر رياكتيف عنا ولا
الرياكت ان شاء الله يكون عندنا بالكم نو خاطر نحن عندنا السيكونسور اللي هو تراديسيونيل ستاندار اللي يعمل السيكونسور علاش قالوا انه سي اون بروميير بظروف ياسر معناها او بالات ماهيش متطوره برشا باللي مويان دبور معناها اكزاكتو باللي مويان دبور مي سورتو افيك لي مويان هومان هومان بيان سور تونس راهو ما صارش فيها ايبيديمي نحكي انا وقت 2011 راهي معجزه صارت وقت الثوره ما صارتش مع اللاجئين اللي جاونا في الجنوب التونسي والبلاتفورم بتاع الجنوب تحيه ليهم معناها في مدنين تطاوين بنقردان كلهم شكون اللي كان واقف مش البلاتفورم سانيتير سيتي لي زيتر هومان معناها الاشخاص بطاقتهم بخبرتهم بالمستوى اللي هما عليه ذاك علاش اليوم نشوفوا اطباء توانسه غادروا حدود الوطن وهذه باراده وبمبادره من رئيس الجمهوريه انهم تنقلوا إلى إيطاليا هذا اليوم ثلة من الأطباء من خيرة معنا كذلك حتى يعاونوا الإيطاليين أشقانا الإيطاليين وجيراننا كذلك في أنهم يتجاوزوا هذه المحنة بالخبرات متاعنا وبالإمكانيات والمستوى العالي اللي يوصلوا هذا التونسي الطبيب وتحية لكل الأطباء متاعنا وتحية لأطباء المستشفى العسكري وأطباء الصحة العسكرية في تونس أكيد باش يكون لنا معهم حديث أو معرفة بما هم قاعدين يعيشوا فيه وما ينجم كان يعزز هذا القيمة والقدر متاع الأطباء التونسيين. إذا نعاود معاك أنت نذكر أنه الكفاءات الإنسانية والتجارب والخبرات التونسية موجودة في العالم أجمع إن شاء الله غدوة عنا حصة في هذا المجال. إذا دكتورة هل قاعدين نتبعوا في التطور الجيني عبر العالم؟ ونعرفوا دكتورة أمين سليم كان موجود هوني الأسبوع الفارط وقال أنه فما ثلاثة تقريبا فما اللي الجين الكوفيد متاع الشين متاع الصين كوفيد متاع أوروبا وكوفيد متاع أمريكا. نحن حسب أنت أولية هل تسلسل الجيني هذايا هل الجزئي يعطينيش فكرة على احنا تو اقرب من الامريك في الثلاثه هذوما راه كان نجبلك شي نعملوا الاخرين ونلقاوهم خاطر هو هذيا التسلسل الجيني زاد يعطينا فكره على الترانسميسيون تاع الفيروس كيفاش قاعد يدور حول العالم معناتها كيفاش نلقى انا تو احد الان مبدئيا هو يشبه ياسر للفيروس اللي رابورتي في الامريكا اما كان جاي مخر الامريكا جاي مخر ما فما ناس مشاو لامريكا في الوقت هذاك دونك اكيد جابوه معناتها ومن بعد زاد لقات كيلكو ميوتاسيون قلت لك ديما سي دي ريزولتا بريليمينير ما نحبش ندخلوا ياسر في لي ديتاي نتاع الريزولتا يجي وقتهم اكيد يجي وقتهم ان شاء الله ونعملوا الاناليز والكل فوالا اما معناتها يشبه ياسر للفيروس نتاع امريكا ودونك ما نعرفوش من بعد كان باش نلقاو روحنا زاد عندنا اذا كان عندنا ميلانج وكان زاد بلكشي في وسط تونس ينجم زاد يعمل دي ميوتاسيون معناها اذا كان هو في القارات ثلاثه مختلف زعما أبو تخافي باش يكون في القارة الإفريقية أيضا مختلف ينجم يعمل تحول ينجم وينجم يعمل والوارد عليه فيروس وبعد نعطيه دراسات أخرى على كل قارة شنو هي سبيسيفيسيتي نتاعها وشنو خاصية كل بلد وأيضا النظام الصحي اللي موجود في كل بلد. شنو الهدف من أن نعرف أكثر تفاصيل على هذا الفيروس؟ هل علمنا أشياء هذا الفيروس؟ سيادتكم فتفتوه معناها لوجتوا على خصائصه حتى تعرفوا كاين وهو بطبيعه هو عدو لكن لازم نعرفوا شنو اسلحته هالعدو هذا وتحاولوا انتم من خلال العلم نتاعكم من خلال الاختصاص نتاعكم والخبرات نتاعكم انكم تعرفوا شنو الهدف من معرفه هذا الفيروس مثلا هو خلاف انه يشبه لشكون لكن وين احنا هل فما حاجات تخصنا احنا معناه احنا باش نقع باش يقع العمل عليها على شيل ناسيونال معناه على المستوى الوطني وبطبيعه اكيد بما اننا موجودين في البنك العالمي في امريكا انا باش نكون ايضا فما عمل عالمي انترناسيونال معناه معناتها المغزى من هالسيكونساج هو انه يكون ساعه في البنك انترناسيونال والناس كل تعرفوهش تعرفوا الناس كل تتعرف عليه والناس كل معناتها مهمة ياسر المعلومة هي ليدنتيفي خاطر قلت لك هذاك سي لو كود جينيتيك نتاعو كيما بطاقة التعريف نتاعو الفيروس هذا و نسيت قلت لي اي في العالم اي ومهم ياسر زاد كيف نعرف المهم ان نحطوه قلت لك انه يتعرف على مين احنا اش عندنا
مثلا هو اذا كان لو فرضنا فما دي ميوتاسيون والتحولات تحولات ينجم مثلا التقنيات اللي تو نستعملوا فيها نتاع البي سي ار تولي ما عادش نجم تلقاه، معناتها لازم نفطنوا بكري باش اذا كان يتحول هو وتولي لي جين اللي نستعملوا فيهم توا بوغ لا بي سي ار يوليو ما عادش يعرفوه مثلا. ومهم ياسر باش تفهم التنقل نتاعو حول العالم وفي الزمن وفي المكان، زاد مهمه ياسر هذه باش تفهم كيفاش هو قاعد يتبدل. اي كيف فهمنا شنو باش نعمل؟ هل باش نعملوا امصال منه؟ هل باش نستعملوه نجموش نهار من نهارات نعملوا احنا الفاكسان؟ احنا ان شاء الله اما اكيد هدف. المعلومات هذه باش تصلح للبكتيريا، هل يصلح لنا الادويه كذلك؟ كل شيء اكيد، اما احنا ان شاء الله ربي يعطينا القوه وان شاء الله. هو كي انت تنشروا في البنك العالمي الجيني ديجا انت ساهمت وعرفت بالفيروس بتاعك، والعلماء البرا والمخابر الكل تستفيد من من من, من الفاريابيليتي جينيتيك نتاعو وتحاول باش تعمل فاكسان بلوز افيكاس يكوفر لا اذا وصلوا ايه. عملوا الفاكسان احنا الحقيقه مانيش في ليتاب دو برودكسيون دو فاكسان على شكل انترناسيونال. باش تعرف على فيروس باش تعرفوا هو شنو كيفاش يتحول وهو شكون وشنو، اكيد انك باش بعد تخرج له فاكسان وباش تعمل له ادويه كذلك حتى تقع يقع القضاء على الحكايه، مش تقف نيره بالضبط. هو في العام هذا ولا التسلسل العام اللي بعد بالضبط. هو التسلسل الجيني هو المرحله الاولى المهمه اللي نركزوا عليها الناس الكل باش يعملوا الفاكسان افيكاس، يعملوا الدواء افيكاس للفيروس اللي يمشي. هل نعتبر نحن البلد الافريقي الوحيد جاوبك مدام الهام في احنا خاطر تابعين في تابع الاو ام اس تابعين منطقه المينا الموين اوريون موين اوريون احنا تابعين شمال افريقيا واحنا في معناتها بطبيعه وقت اللي عملنا التسلسل الجيني هذا بعثنا خاطر اوني سانسي ديما نبعثوا المعطيات نتاعنا للاو ام اس ونتعاملوا مع لو بيغو دو لو ام اس، بعثنا لهم وكانوا كرمونا زاد هما وقالوا لنا انتم اول بلد في المنطقه اللي يعمل هذا. وفي الميل قالت لي راهو باش نبعث هذا جو في ديفوزي او ريزو باش البلدان الاخرين ياخذوكم عبره ويبداو زاد هما يشتغلوا معناها على نهار من نهارات كما قلنا باش نلقاو اكيد انه باش يقع الاستعانه بكل هذه المعطيات اللي تهم الفيروس. كان نلقاو متغير شنو اللي باش يزيدنا مثلا؟ كان يطلع فم فيروس كوفيد في الصين نوع، في اوروبا نوع، في امريكا نوع، وفي افريقيا نوع، يظهر لي الاولاني اللي باش يكتشفوا هو نوع خاص ولا لا هو هي تونس معنا. خاطر اخزر نوع زاد ينجم يكون تغيير اما من غير ما ياثر على الفيرولانس نتاعو ولا من غير معناتها لو فيت دافوار دي ميوتاسيون تنجم تكون مش معناها هي باش تبدلو وتغير له الكومبورتمون نتاعو كيما تنجم تغير له راهو معناتها لازم نعملوا دي زيتود معناتها ما يلزمش السيكونساج وحده يقف وحده ما يعمل حتى شيء يلزم تصير كونفرونتاسيون بالمعطيات الكلينيك والابيديميولوجيك وهذاك الكل يخلينا نفهموه الفيروس خاطر تفهم السيكونس وحدها لانشينمون نتاعها وحده ما يزيدكش برشا اشياء اما كي تربط انت كيما قلت لك اذا كان نلقاو حاجه معينه للمرضى اللي توفي والله يرحمهم ولا للعباد اللي ما عندهم حتى علامه اللي جاهم المرض من غير ما يظهر عليهم المرض معناتها وقتها تبدا عندها قيمه هالتغيرات اذا كان لقيناها وربطناها بكومبورتمون ديفيرون دو فيروس. انا خرجتكم من المخابر نتاعكم وانتم تشتغلوا نعرف ليل نهار وحتى نهار الاحد ونهار السبت، خلينا نزيد نخرج حاجه اخرى، شنو عرفتوا اكثر من الشيء اللي عرفتوه على هذا الفيروس؟ شنو المعطيات الاخرى؟ شنو اللي زدتوا عرفتوا عليه حتى ربما ياخذ اخذ بعين الاعتبار لمقاومه انتشاره او لمقاومه تاثيره على الاشخاص وانه يؤدي بحياتهم الى الوفاه؟ خلاف التسلسل الجيني شو عرفتوا عليه اخر مثلا؟ هل النصائح اللي تتعطى لنا مثلا انه في يشد في الحاجات الصلبه ماهوش في الهواء نكملوا ناخذوا بعين الاعتبار هذه المعطيات والاحتياطات والسلامه الصحيه؟ خاطر في الوقت الحاضر ما عندنا ضد هالفيروس هذا لا فما دواء لا فما تلقيح في الوقت الحاضر وما عندنا كان الوقايه واثبتت الوقايه اللي هي تنجم تحمينا منه معناتها قد ما نردوا بالنا ونسمعوا النصائح والقواعد اللي حاطتها بلادنا والبلدان العالم باش نتوقعوا هالفيروس هذايا قد ما نجموا نسلموا منه خاطر مهما عرفناه مازلنا ما عرفناهش بالقدايره. هذا هو. دكتوره موسي الفيروس شنو زاد علمك هذا؟
علمني الصبر. صبر عليهم. علم هو شنو لي نقصد شنو علمك عليه شنو شنو خليك تعرف عليه اكثر كي انت عملته هالديكورتيكاج هذايا؟ لا انا مسنسه نعمل الجينوتيباج ديفيرونت تيب دو فيروس معناها كيما قلت لك الاتش اي في دوتر فيروس ريسبيراتوار عملت البوكا فيروس فيروس ريسبيراتوار سانسيسيال لقيته الحقيقه انا تفاجات قداش فيه كمه تغيرات معناها انا في مخي اللي الفيروس دو ليمينو ديفيسيونس هيومن اللي هو اللي اثر على المناعه اللي اثر على المناعه هو اكثر فيروس متغير اما زاد هذايا فيه تغيرات كبيره. المعطيات اللي عندك عليه اليوم هل هي نفس المعطيات اللي كانت على الشخص 2002 و2009؟ هو لا وصخص. لا لا بيان سور لا هو تغير برشا على الشخص كي عملت انا لالينيومون معناها نعمل انا كي بعد ما نكمل سيكونساج نقعد نستعمل دي بروغرام اسمه دي بروغرام دو بيو انفورماتيك اللي يلزمني السيكونس نتاعي ولا الحاجه اللي لقيتها نعمل لها كومباريزون بديفيرون فيروس عملت لها كومباريزون بسارس 1 والديفيرون كوفيد اللي موجودين في العالم لقيت فما تغير ما بين السارس 1 والسارس 2 اللي موجود توا تغير كبير دونك هذاك علاش خلى الفيروس هذا جديد على العبد مش كيما السارس. شكون اخر بخلاف المنظمه العالميه للصحه اللي ندورها الاهتمام بهذه الابحاث ايضا يهموا البحث هذا؟ هل كلهم ولا لفت انه في البنك الجيني الناس كل مهتمه به؟ الناس الكل مهتمة به، اللي لابوراتوار في العالم الكل مهتمة به خاطر فيروس عمل بانديمي دونك كي عمل بانديمي يلزمنا نخدموا عليه اكثر نعرفوه اكثر نبحثوا عليه اكثر وديما يقولوا لي لابوراتوار الكل والعلماء الكل والوماس يقول كل مره نعرفوا عليه حاجه جديده كل مره نكتشفوا حاجه جديده دونك ديما البحث يلزمه يقعد متواصل حتى لي توفى هالبانديمي. حسب رايك قداش باش يقعد يتغير؟ هو حتى حد ما ينجم يعرف المعلومه هذه حتى حد خاطر هو كائن مجهول وقاعد يعمل في حاجات ما علمك الصبر هو ما انت بتزيد تصبر عليه كي يقعد عوام وعوام وهو يتبدل وانت في جرته وهو يتبدل لا علمنا اللي نحن نخدمه يلزمناش نقلقه خاطر هو حطنا في سيتواسيون ستريسانت للبلدان الكل ولي لابوراتوار الكل كمية كبيرة من لي بريليفمون دي كونديسيون يلزمك تحمي روحك وتحمي البريليفمون والفيروس مازلنا ما نعرفوش دونك يلزمك تخدم دي كونديسيون ستريسانت باش تعمل التحليل نتاعك هذاك علاه يلزمك تصبر على السخانة وتصبر على الوقت الكبير اللي تعديه في اللابوراتوار. إذا نبيل كان تسمع فيها حد ضمني دخل دكتورة نساف خاطرها وصلت ومش نجمة تدخل للأستوديو كان أمكن. تحية ليك والكل عاملين في الأستوديو. دكتورة التحاليل السريعة شنو تنجم تضيف للتحاليل اللي قاعدين تقوموا بها واللي معناها منكبين عليها ليلة النهار؟ البي سي ار تقعد هي الميثود دو ريفيرنس راهو لو ام اس هي المعترفه زيد فكرني شنو تعملوا دكتور ثبتوا برشا انتم في البي سي ار معناها قلت لي المره الاخرى انه 6 سوايع لكن راهو يعاود نعاودوا نثبتوا مره اخرى باش ما نخرجوش نتيجه هو كل بي سي ار نعملوها فيها يتسمى ان كونترول بوزيتيف وان كونترول نيجاتيف الكونترول النيجاتيف لازمك تبدا متاكد اللي ما فماش حاجه فسدت لك الخدمه نتاعك وحاجه غلطه تنجم تغلط تحاليل المرضى والكونترول هذيك تتاكد منه اللي المرضى نيجاتيف بالحق هما نيجاتيف والكونترول بوزيتيف لازم يبدا مشي خاطر عندنا فيه عينه بوزيتيف كان ما يمشيش هذيك معناتها خدمه المرضى كل ما تعرفش كان صحيحه ولا لا معناتها التثبيت بخلاف الدقه وطول مشقه لي زيتاب وطول المراحل فما معناتها دقه فيها نخدموها في دي بتيت دي بتيت كوبول هكا صغار وتبدا بالميكرو بيبيت وتهز وتعمل معناتها فما دقه وريسك نتاع ايرور كبير نبداو نتبعوا ورا بعضنا حتى لين نخرجوا النتيجه معناتها كي يقول لك 6 سوايع معناتها ساعات حتى اكثر من 6 سوايع خاطر فيها ياسر دقه قلت لي 6 سوايع راهو اكثر شويه لخاطر نثبتوا من بعد وحاجه مهمه ياسر وحتى البي سي اي وقد ما هي سبيسيفيك اش معناتها سبيسيفيك معناتها اذا كان لقيت انت لايغين نتاع الفيروس هذايا في التحليل معناتها اكيد اللي هو بوزيتيف
alors qu'elle ماهيش sensible à 100%. اش معناتها؟ معناتها ينجم يكون العبد حامل للفيروس وكميه صغيره ياسر نتاع الفيروس موجوده في العينه نتاعو وون بو با لو ديتيكتي، معناتها يسمى ان ديتيكتابل. غادي وين الخوف؟ دونك ديجا البي سي ار بيدها ديما انا نقول لهم يكلموني يقولوا لي شوف لي النتيجه نتاع فلان الفلاني، نقول لهم على النتيجه سلبيه الحمد لله، نقول لهم لا راهو الحمد لله صحيحه، ما راهو مش معناتها صحيح مش معناتها ماهوش حامل الفيروس. اذا كان هو سي ان كا سوسبي لازم يكمل يحترم الحجر الصحي نتاعو ويكمل ما يخرجش ويقعد. التحاليل الاخرى تاع السريعه اللي سماوها العباد سريعه خاطر هي سريعه وغابيد بالحق، فما نوعين، فما لو تيست انتيجينيك. اش معناتها لو تيست انتيجينيك؟ معناتها باش يلوج بارتي صغيره من الفيروس، الوغ كو لي تيست الاخرين سيرولوجيك اللي يقولوا قطره دم ونعمل التحليل هذاك باش نلوج اسكو البدن كون مناعه ضد الفيروس، معناتها عمل دي زونتيكور. عمل دي زونتيكور اكزاكتومون. دونك للانتيجين نورمالمون اذا كان لقيتو الانتيجين خاطر سبيسيفيك باش نقول اي راهو هالمريض هذا حامل للفيروس. إيه؟ اما النيجاتيف الكل مش معناتها معناتها اقل سنسيبيليتي من البي سي ار. دونك فما ريسك اكبر باش نضيع مرضى هما بالحق حاملين للفيروس والتيست رابيد انتيجينيك مش باش يلقاهم. لي زونتيكور معناتها اكثر الحكايه نتاعهم اقل سنسيبيليتي، علاش؟ خاطر نجم انا هما لي زونتيكور ما يبداو يطلعوا كان بعد اسبوع على قليله ولا ما بين خمسة ايام واسبوع، واذا كان انت باش تعملهم قبل ماكش باش تفطن بهم زاد كيف كيف، وينجم يكون حامل للفيروس واما مازال بدنه ما كونه. معناها فاش هو الناجم نجموا يعاونونا الرابيديتي انه سورتو كي تلقى حاجتك بحد لازمك تعرف توت سويت اللي هو حامل يعاونك. اما اذا كانك الحد هذاك يطلع نيجاتيف شنو تعمل؟ اسكو فما بوسيبيليتي باش تعاود له؟ لازم تعمل بي سي ار مش لازم نرجعوا للبي سي ار. نجم ترجعوا كي تبدا بيان سور عندك معطيات اخرى تدل اللي دونك فما اجتهاد اكثر اكيد. معناتها المخبر وحده النتائج المخبريه وحدها ما عندهاش قيمه كيما وقت اللي تربطها بالمعلومات السريريه باش نقول هذا سي ان كا سوسبي تقابل هو عبد ولا سافر ولا تولي معناتها حكايته هي قريبه ياسر كونه يكون حامل للفيروس. وقتها نجموا نقعدوا في التمشي هذاك. وصلنا حتى فما امراء مرضى عندهم حتى سكانير يعطي دي زيماج تيبيك والبي سي ار عاطيه دي فو نيجاتيف نسميهم وبعد تعاود له يطلع بوزيتيف بعد مرتين وبعد ثلاثه. لو ريسك مش اقل لو كان ما نعملوش؟ هاني قلت لك معناتها زيدا ما يلزمنيش نتهاونوا به ونقولوا هاو تيست رابيد وهاو باش يسرح اكثر فيجيلونس معناها اكثر حذر لازم اون دوا لي سيبلي زيدا ليوزاج نتاعهم ما يلزموش يكون ما تخيبوش معناتها باش يحل لنا الخروج ولا هو ذاك علاش ماهوش ماهوش تيست دو ماس هو تيست سيبلي سيبلي باش كيما قلنا نحن فئه معينه باش يحصر لي الطبي في ظروف معينه في ظروف معينه باش ما تقعدش يستنى ولا كيما قلنا احنا نتعاملوا الاطباء قلنا انهم يتعاملوا مع الناس كل كاينهم حاملين لكن في ظروف معينه لامراض معينه يلزمهم يعرفوا ما يقعدوش يستناو اربع شهور. اما هذا الكل هاني قلت لك ما يلزموش يقول له راني اذا كان هو سلبي ما يلزموش يطمنا اذا كان المريض هذايا عنده ان كونتكست دو صحيح دو سوسبيسيون. صحيح. خلينا نرجع للتحاليل كي نشوفوهم. انا فرحانه اليوم اللي خذينا العدد نتاع الشفاء باسكو نشوفوا فيه كل مدير جهوي يعطي المنطقه نتاعو لكن ما تجمعوش باش نعرفوا. في التحاليل هذه فما اليوم عندنا ثلاثة أيام نسمعوا أنه 23 حالة 14 جديدة وتسعة قدم. شو تقصد بقدم؟ تسعة قدم معناتها عمل التحليل ولقيناه إيجابي ويعاودوا يعملوا له كونترول ويعاودوا يلقاوه إيجابي. هو الإنسان ما ينجم يقولوا عليه براء إلا إذا كان يعملوا له تحليل يطلع سلبي مرتين سكسيسيف على أكثر من 24 ساعة بيناتهم. بعد قديش؟ راهو مازال بعد 14 يوم او بعد انتهاء نورمالمون بعد 14 يوم. اما توا ظهر اللي فما عباد يقعدوا حاملين للفيروس حتى بعد 30 يوم معناتها مازالوا ما فماش معناتها دقه في الاستراتيجيه هذه معناتها مازالت ماهيش واضحه بعد قداش اكزاكتومون لازمني نعملوا. خاطر ظهر بالكاشف اللي وقت اللي نعملوا بعد 14 يوم فما عباد يظهروا ولاو سلبيين واخرين يبداو مازالوا وينجموا يزيدوا يقعدوا وصل حتى اكثر من 30 يوم عباد قاعدوا حاملين للفيروس اكثر من 30 يوم ما نجموش نقولوا شفاو اذا كانوا مازالوا حاملين للفيروس. هامة جدا المعلومة اللي عطيتها توا هذا تخليكم شنو تستنتجوا معانا انه الحجر الصحي باش يتواصل وال حظر التجوال ذاك
تو نشوفوه تو يشوفوه المعنيين بال بال بال, بال شوفوه المختصين وزارة الداخلية وزارة الصحة. دكتور عاود قالك عاود فسر لنا شنو كنت تقول تو كي نقولوا أثناء تسعة مازالوا كملوا ال 14 يوم نتاعهم عملنا لهم التيست، فما ناس براو لقيناه سلبي وفما ناس لقيناه ايجابي، هكا ولا لا؟ سلبي معناتها اذا كان مريض كان عملنا له تحاليل وكانت ايجابيه باش نقولوا نسميه اللي هو برا لازم نعملوا له زوز تحاليل ويطلعوا نيجاتيف 24 ا بلو دو زوز تحاليل بينات بعضهم قد وقت نهار فوق النهار فوق ال 24 ساعه ويطلع زوز نيجاتيف هذاك برا يطلع بوزيتيف يطلع بوزيتيف مازال ما براش وقداش ينجم يقعد به هاني قلت لك فما معناتها فما عبيد في 14 يوم لا لا بخلاف ال 14 يوم هما اللي وصلوا فاتوا 30 يوم هما مازالوا حامل مازالوا تو هذاك علاش العدد نتاع 43 اش معناها معناها كملوا واصلوا شدين الدار للناس اللي يلزمها تقعد في الدار والناس اللي عندها امراض مزمنه خاصه راو الفيروس هك شفتوه المختصين والخبراء شافوا اللي هو يتحول يتبدل راو مش باش يقعد هكاك راو مالا خبيث هذا الفيروس وبالحق قدام عدو اون نغيف با اليوم زلنا ما نجموش نسيطروا عليه كله في يدكم راو هاو ما تستخفوش بالحجر الصحي الذاتي والمفروض وما تستخفوش زادة بحالة الطوارئ وما تستخفوش أيضا باللي كونترول اللي قاعدة تصير من أعوان الأمن اللي يعطيهم الصحة هم مواصلين عمل نتاعهم وانتم زادة كملوا راهم الزنة ما ربحناش الحرب ضد هذا الفيروس. دكتورة نصاف بن علي مرحبا بك استنيناك شو إن شاء الله المانع خير مرحبا المهم خلط دكتورة فتفتناه الفيروس مع الخبراء اللي كانوا حاضرين معنا وسيادتك ايضا خبيره كنت اليوم نفتك زاد نفتك في الارقام اش معناها 9 قدم اش معناها 14 جدد تحاليل بالنسبه للناس اللي توفيت الله يرحمها يلزمها تاخذ بعين الاعتبار حتى نكمل هذا التسلسل الجيني ساعه العمل كيفاش تمنوه نتاع الخبراء نتاع المخبر المرجعي اللي بشان يكون انا نحب مرحبا بك على السلامه مرحبا بكم الكل نحب نقدم تحيه تقدير كبيره 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 لل معناتها العمل الجبار اللي قام به المخبر المرجعي بمستشفى شرنيكول واللي قام بتصنيف للفيروس هذايا هذو معطيات مهمه برشا وان شاء الله هما مواصلين في العمل هذايا اللي باش يخلينا نزيد ونفهموا التركيبه نتاع الفيروس هذايا وطريقه العدوى اللي تصير واكيد العمل اللي يقوموا به هما هو ان ابوي للمجموعه الكل المجموعه الكبيره والعمل المخبري هو ركيزه من ركائز الخطه نتاعنا وهو من متى كانوا نحب نشكرهم خاطر كانوا موجودين من متى حاضرين من اول ما بدينا وقاموا بتصنيف اول الحالات وحاليا هو يقوموا بتشخيص التركيبه الجينيه للفيروس هذايا وانا ما نجم كان نقول لهم برافو خاطر نحب نقول لكم اللي عباد تخدم 24 على 24 7 على 7 نعرف اللي فما شكون توا عنده نون ستوب ما شافش عائلته ما همش قاعدين معناتها دكتوره باش نرجع لك حتى نواصل اللي كنا فيه الطبيعه اللي تحكي اكيد انك تعرفه وعلى علم به. سؤال اخير قبل ما نمر الى الدكتوره نصاف وفي نفس الاتجاه الناس اللي قلت انت سيادتك 14 يوم وفاة 30 يوم ومازال عنده الفيروس هذا يعدي اكيد مادام حامل الفيروس مازال يعدي يعدي مادام حامل الفيروس يعدي. الناس اللي طلعت التيست تاعها نيجاتيف اللي سلبي هل ينجموا يعاودوا يمرضوا مره اخرى يتعداوا من ناس اخرين حاملين للفيروس؟ والله سا ايتي ديكريغ سا سي رابورتي معناتها دون لا ليتيراتور اللي فما عباد بعد ما براو اللي دونك المناعه ماهيش ما تحميش بصفه طويله معناها نهائيه مش نهائيه معناها ما عندناش خيار كان الالتزام الالتزام حاجه اخرى دكتوره الناس اللي 30 يوم عنده باش يجي نهار اللي ما عادش معناها باش يكون نيجاتيف ولا لا اي خاطر هذوما موجودين في 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 بيوتهم معناها في ديارهم يعملوا في الحجر الصحي ولا فما في المستشفى موجودين هو انا نعرف فما ناس خرجت يعني الحمد لله برات وما عادش عندها مشاكل في الجهاز التنفسي لكن مازالوا حاملين ويترقبوا في بيوتهم عاملين الحجر الصحي الذاتي في البيت ما يدور بهم حد نعرف ناس تخي ديسيبليني معناها مواظبين على البيت
باش نقول لكم معناتها الفيروس هذايا باقي وهو يعطينا في مفاجآت. من بين مفاجآت الفيروس هذايا اللي هو يعدي في فترة الحضانة، اللي هو يعدي عند الأشخاص اللي ما عندهمش علامات، واللي هو للأشخاص اللي هما عندهم علامات وهما حاملين للفيروس، ولا حتى اللي ما عندهمش علامات وحاملين للفيروس يجم يقعد عدة أسابيع وهما حاملين ليه. وهذايا اللي احنا من الاول كنا عمليه تقصي الفيروس هذايا عند المصابين نتبعوهم بالنسبه للي ما عندهمش علامات 14 يوم بعد اكتشاف المرض عندهم، وبالنسبه للمصابين اللي عندهم علامات 3 ايام بعد ما يوفوا العلامات. لقينا اللي الاغلبيه المطلقه يقعدوا باقي حاملين للفيروس، واحنا في الاسابيع الاخرى فما برشا خلطوا للمرحله هذه باش يثبتوا هما مازالوا حاملين ولا لا، والاغلبيه المطلقه نتاعهم لقيناهم باقي حاملين. عندنا حوالي 45 فقط اللي لقينا عندهم زوز تحاليل سكسيسيف ا 24 ساعه انترفال كانوا نيجاتيف، واللي هما تنطبق عليهم الديفينيسيون تاع الغيريزون. الا انه حتى الاشخاص هذم بعد ما اثبت التحليل هذا يلزمهم يقعدوا في الاوتو ايزولمون ا دوميسيل بوندون 14 جور، ويحملوا الماسك هذاك انتي بروجيكسيون يسميوه ماسك شيروجيكال، خاطر هذا اخر ريكومونداسيون خرجت. علاش؟ خاطر فما ان ريسك دو ري انفيكسيون والا ري اكتيفاسيون دو فيروس، فاحنا لازمنا نكونوا ماخذين حذرنا. بالنسبه للاشخاص الاخرين اللي هما مازالوا حاملين للفيروس، احنا حسب لي زاناليز اللي عملناهم قلنا دي شين دو ترانسميسيون انترا فاميليال والا كوميونيتير تريز اكتيف، وقلنا راهو هذايا معناتها الترانسميسيون هذه تمثل خطر على انتشار المرض هذايا، واحنا الخطه نتاعنا نحبوا اون فرين العدوى هذه. هذاك علاش حبينا معناتها سيت اون ريكومونداسيون واللي هي سيت اون اوبليغاسيون اكثر من ريكومونداسيون. Il faut que ces gens-là, ceux qui sont symptomatiques, ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés dans des centres de prise en charge. Ils doivent être placés هما موجود العاجل الصحي اللي وضعته وزارة الصحة، هما الأماكن نتاع العاجل الصحي الذاتي اللي هما مؤمنين وكيف كيف تم مراقبتهم الطبية يوميا كلكو سوا لي كونديسيون اللي عنده في الدار. راهي ماهيش اون رابور افيك لي كونديسيون اللي في الدار. دكتورة عندي أسئلة هامة مهمة ياسر، خاطر الأشخاص فما معناتها عملية تتبع ليهم وعملية دي كونتاميناسيون دو لونفيرونمون تاعهم اللي يلزمها تصير. هذا علاش ما عنديش برشا وقت وخسارة معناها ما خلط علينا كان توا في ربع ساعة الأخرانية. سؤال واحد وثاني ونوفاو به. الأولاني، هل تعرف وقتاش البيك؟ احنا ما توا اجي نقول لك البيك هذايا، وحتى برشا غلطوا فيه الذروة. وحتى بلاد لا لقات الجون في دي بروجيكسيون ولقاو رواحهم ياسر بعاد على البروجيكسيون اللي عملوهم. احنا بالنسبه لنا حاليا في استراتيجي دو فريناج، وقاعدين عندنا معطيات يوميه تعطينا صوره على الوضع الوبائي. عندنا حالات الوفيات خلطنا ل 28، عندنا المؤشرات اللي عندنا نسبه الوفيات بالنسبه 100 الف ساكن، عندنا خلطه حتى شي 0.11 على 100,000 ابيتون الاسبوع اللي تعدى. بالنسبه لنا احنا المؤشرات الاخرى اللي عندنا هي عدد الاشخاص اللي هم في المقيمين بالمستشفيات ولا تم معناتها الاقامه نتاعهم بالمستشفيات حوالي 90، وحاليا هزينا اللي معناتها لازمهم يمشيوا للمراكز هذه. قاعدين نقوموا بعمليه معناتها نقلهم للمراكز هذه ليتم التكفل بهم ونجاح الخطه نتاعنا. الناس اللي عندها شك في روحها زاده تمشي وحدها، ما عادش تستنى ال 190 يعني تمشي احنا بالتشخيص تمشي للمستشفيات لي زورجونس بوغ باش نحبوا احنا تويك في الدكتور. عندي سؤال، احنا في الكونفينمون لو ماكسيموم من نتصلوا بال 190 ويمشيونا ال 190، خاطر فما عمليه معناتها التقصي للوضع تشخيص قبل وبعد تشخيص قبل اللي هو يصير يمكن هذه نرجع مره اخرى باش نزيدوا ناكدوا عليها. اكيد مرحبا بك في كل وقت. اكيد ويلزم يمشي، واللي عنده شك في حاجه يلزم يمشي، خاصه اللي عنده امراض مزمن. سؤالي الاخير وهو يكمل هذا الكل، معناها سامحني، شنو هي استراتيجيه الدوله وشنو هي استراتيجيه وزاره الصحه في الديكونفينمون؟ وقت اذا كان ما نعرفش البيك وقتاش، دونك ما نعرفش وقتاش باش نعمل ديكونفينمون. برشا ناس تحكي في البلدان العالم تحكي على ستوب اند جو، يعني توقف وتعاود ترجع وتعاود تعاود حتى تولي لا كور ما عادش فيها بيك وتولي تمشي السابلاتي هيك الكوبيد. هل احنا معنيين باللومينيتي دو جروب
هل في استراتيجية الوزارة وإلا لا، وهل يقع العمل بها وإلا خايفين من حاجة، وإلا يزم تتوفر ظروف كل بصفة عامة اقتصادية أمنية. الميونيتي دو جروب أمونتري سون إنيفيكاسيتي، وآخر حاجة هي السويد اللي لقات روحها حاليا في عدد كبير من الوفيات. دونك ما فماش دي كونفينمون. لا لا، الميونيتي دو جروب اللي هما ما عملوش بالكل الكونفينمون، نحكي اللي البلدان اللي ما عملوش الكونفينمون قاو رواحهم في توا مواجهة صعيبة للوضع على غرار السويد، اللي عملوا غوتار في الكونفينمون كيف كيف لقاو رواحهم في وضع وبائي. احنا توا عنا كاين الكونفينمون الى ان ياتي ما يخلف ذلك. اون تري بون ريبونس. شكرا جزيلا لك دكتوره نصاف بن علي على ما قدمت، ونعرف اللي الكثير والكثير ما يلزمه يتقال، اما الهم جدا هو انه الناس يلزمها تكمل تطبق الحجر الصحي الذاتي والمفروض وتطبيق القانون، وشوف نمنعوا وشوف ما نمنعوش من هالفيروس. كلمه بركه، راهو ال 190 رجع يشتغل بالكدا. رجع والفرق الساميو قاعدين يشتغلوا، وتوا حاليا عندنا عمليه تقصي موجهه يقوموا بها فرق الساميو والفرق الجهويه للصحه الاثنين مع بعضهم، باش هكاك يا ربي نمشيو النقاط الساخنه الكل اللي فيها ترانسميسيون اكتيف دو فيروس، باش هكاك نقوموا بعمليه معناتها حصرها وعمليه التقصي النشيط في داخلها. فنكملوا في الاستراتيجيه نتاعنا السامو مع الفرق الجهويه للصحه، نستجيبوا لجميع الحالات المشتبهه والا الحالات اللي هما المخالطين للحالات المؤكده ولا المشتبهه، باش نقوموا بعمليه التقصي النشيط اللي هي اورينتي، وان شاء الله يا ربي نخلطوا باش نكملوا في الاحاطه بالوضع الوبائي هذايا. نحسك متفائله شويه بالمقارنه مع الايامات الاخرى اللي هو ستريس. مازلت خايفه؟ انا مازلت خايفه، بما ان ما خلطناش باش عندنا زيرو نوفوكا، فانا مازلت خايفه. شكرا جزيلا لك دكتوره نصاف بن علي على هذه التوضيحات اللي قدمتها في الوقت القصير. مرجي باش نجيبك على بكري. مرحبا بك عواطف. شنو تنجم تقول دكتور عواطف الموسي، شنو تنجم تقول في ختام هذا اللقاء؟ والله انا نشكركم برشا اللي عطيتوا قيمه لل اقل حاجه العلميه والمخابر نتاعنا والخدمه ربي معنا ناس الكل. انا نحب ناكد اللي السيكونساج هو حاجه مهمه برشا باش نعرفوا الفيروس، ونحب نعملوا سيكونساج دو فول جينوم، وان شاء الله تجينا الاله هذه اللي باش تسهل لنا برشا. تجيكم غدوه زي ما تجي الاله، غدوه الصباح ولا في العشيه زي ما توصل شاني كل. شو جزيل لك دكتوره عواطف الموسي على ما تقوم به، وبرافو يعطيك الصحه. هذا شرف لينا انه كفاءات تونسيه وصغيره في العمر وقادره انها تعمل بروتوكول خاص بنا نحن وخاص بالدوله التونسيه. انا ياسر متفائله باولادنا، ونحس روحي قويه بهم، لكن خايفه من الفيروس كيما الناس كل يلزمها تخاف من الفيروس وتكمل الاحتياطات اللي قاعده تقوم فيها، وتكمل حمايه الناس اللي عزيز عليها واللي دايرين بها، حتى لا نساهم في انتشار الفيروس، ولا نساهم ايضا في ضرر رواحنا والناس اللي دايرين بينا واللي نحبهم، وايضا في ضرر تونس. دكتوره الهام بوتيبه، كلمه الختام ما عندك، ونشكرك على قبولك الدعوه وفيليسيتاسيون، يعطيكم الصحه ومبروك لهذا الانجاز اللي قاعدين تقوموا به، بالتوفيق للشيء اللي جاي واللي مازال قادم، وانت وكل الفريق اللي يشتغل. شكرا. هو سان ترافاي ديكيب، هذاك اش نحب نعاود نقول، ونشكر الناس الكل، ونشكر وزارة الصحة وسيد الوزير والمدير دو لا ريشيرش سيانتيفيك في الوزارة، خاطر هو اللي معناتها عطى قيمة وميدياتيزاسيون كبيرة للحكاية هذه. بارك الله فيهم الكل إن شاء الله. السادة المشاهدين شنو تقول؟ نرجعوا للكلام نصاف، والكونفينمون حتى يأتي ما يخالف ذلك. الكونفينمون حتى ياتي ما يخالف ذلك، معناها راهو مازلنا ما نعرفوش وقتاش تبدا الكونفينمون. ما تبداش وحدكم لهذا يهندس واحد ويقول وقتاش باش يخرج، وقتاش باش يمشي يرجع كيما كان. خذوا حذركم وواصلوا الى ان ياتي ما يخالف ذلك، واصلوا احترام القانون خاصه. الى اللقاء.